الصحابي ضرار بن الأزور أو الفارس عاري الصدر كما يطلق عليه، كان شاعرا كبيرا في الجاهلية والإسلام، وكان من الأثرياء، إذ كان له 1000 بعير. وبالرغم من أنه دخل إلى الإسلام بعد فتح مكة، إلا أنه أظهر شجاعة وبأسا شديدا في الفتوحات الإسلامية، وكان الرسول يحبه ويثق به. وبعد وفاة الرسول شارك ضرار في حروب كثيرة، ففي معركة أجنادين هجم على جيش الروم وحده وأخذ يضرب فيهم يمنة ويسرى ولم يستطيع إيقافه، فخرج أبطال الروم وقادتهم إليه يهاجمونه واحدا بعد آخر، وهو كالهرم الشامخ لا يتزحزح، حتى إذا أراد الرجوع تبعته كتيبة كاملة من جيش الروم ب30 مقاتلة تحاول القضاء عليه. وهنا خلع درعه من صدره ورمى الترس من يده وخلع قميصه، فزادت خفته وقوته وانطلق إلى الكتيبة الرومية فقتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون. فانتشرت أسطورة في جيش الروم عن الشيطان عاري الصدر. ثم وصل ضرار إلى قائد الروم وردان، وعندما شاهده عرف من تلقاء نفسه أنه الشيطان عاري الصدر، ودارت مبارزة قوية بينهما، فاخترق رمح ضرار صدر وردان وأكمل سيفه المهمة وعاد برأس وردان إلى المسلمين. عندئذ انطلقت من معسكر المسلمين صيحات الله أكبر، لقد فتحت لك يا ضرار أبواب الجنة. وفي معركة مرج دهشور برز ضرار كالنسر ينقض على الأعداء، فاعترضه بطريق الروم بولس، وكان يود أن يثأر لوردان، وبدأت المعركة بينهما، فتمكن سيف ضرار من رقبة بولس، وقبل أن يقتله نادى بولس: يا خالد دعني من هذا الجني واقتلني أنت ولا تدعه يقتلني. فقال له خالد: هو قاتلك وقاتل الروم. فهوى سيف ضرار على عنق بولس ليلحقه بصديقه وردان. وفي معركة اليرموك كان أول من بايع عكرمة رضي الله عنه على الموت في 400 من أبطال المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قتالا شديدا وقلبوا هزيمة المسلمين الوشيكة إلى انتصار. وفي معركة اليمامة نذر نفسه وحمل روحه على كفه من أجل الجهاد وقاتل قتال الأبطال، وكان مثالا للتضحية والفداء حتى قطعت ساقه في هذه المعركة. وبالرغم من ذلك لم يتوقف عن القتال، فكان يقاتل على ركبتيه مناضلا بما يستطيع، وقد نجا بإصابته، ولكنه مات بعدها بفترة في منطقة غور الأردن أيام طاعون عمواس، وقد دفن هناك وسميت المدينة باسمه. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.